أما حديثنا هذه الليلة فهو يدور حول حديث نبوي شريف مروي من قبل العدو، وسبق وتعرضنا لهذا الحديث من ذي قبل. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي يحاول العدو كثيرا أن يعتم عليها ويخفيها لئلا تظهر أمام عامة الناس فتؤدي إلى انكشاف الحقائق. سبق وذكرنا أن هنالك مؤامرة يقوم بها كبار أهل الخلاف. هذه المؤامرة تقصد هذه المؤامرة تتعمد أو تعمد إلى هذا، إما حجب هذه الأدلة عن أعين الناس، وإما تحريفها وتأويلها بحيث لا يتمكن أحد من أن يعرفها، من أن يعرف هذه الأدلة. في الموقف من شخصية عائشة بنت أبي بكر عدوة الله وعدوة رسوله صلى الله عليه وآله، افترقت هذه الأمة إلى فرقتين رئيسيتين. فرقة تتولى عائشة باعتبار كونها مؤمنة بل من سيدات المؤمنات، وفرقة أخرى تعادي عائشة وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، بل وتعتبرها سيدة من سيدات المنافقات. وهذا صراع جدلي كان منذ القديم وهو مستمر إلى يومنا هذا. نحن أتباع أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نصر على كون عائشة امرأة منافقة، ولنا على ذلك الكثير من الأدلة والبراهين، سواء ما صح منها عن أئمتنا صلوات الله عليهم أو ما جاء حتى من طرق العدو، في حين أن أهل الخلاف ما زالوا إلى اليوم يصرون على كون هذه المرأة امرأة مؤمنة، بل ويعتبرونها سيدة للمؤمنات. هذا الحديث الذي بين أيدينا سبق وتعرضنا له أكثر من مرة سابقا، لكنك إذا لاحظت العدو لم يركز في ردوده علينا على هذا الحديث، وكأن هذا الحديث لم نذكره من ذي قبل، مع أنه حديث صحيح حتى على مباني وقول أهل الخلاف. وهذا الحديث الصحيح ينسف كلية الاعتقاد بأن عائشة الحميراء امرأة مؤمنة، فضلا عن أن تكون سيدة من سيدات المؤمنات، سيدة من سيدات النساء في الإسلام. لم يركزوا على هذا الحديث في ردودهم علينا، بل لم يركزوا على أي حديث ذكرنا إلا اللهم بالمراوغة واللف والدوران، فردودهم لم تكن علمية على ما ينبغي ويراد، وإنما كان تهريجا في تهريج وبهلوانيات في بهلوانيات. هنا نحن نعيد عرض هذا الحديث من جديد، ونريد بإبرازنا إياه أمام الجمهور أن يعرف أبناء هذه الأمة أنهم واقعون
تحت مؤامرة حقيقية من قبل مشايخ السوء وأعلام الضلالة. هذه المؤامرة التي تريد إبعادهم عن طريق أهل البيت عليهم السلام واستبقاءهم في طريق المنافقين، ومن جملة أولئك المنافقين عائشة بنت أبي بكر لعنها الله. نريد نحن بإبراز هذه الأحاديث على الملأ وفي الإعلام أن ينظر إليها الإنسان المسلم حتى يحدد موقفه، أنه هل هو مع الحق أم والعياذ بالله مع الباطل. لسنا نعيد هذا الحديث من باب أن في الإعادة إفادة فحسب، وإنما نعيده هذه الليلة إن شاء الله مع مزيد من التفصيل والتفريع والمناقشة لإثبات أن هذا الحديث ثابت صحيح لا يرد عليه إشكال. فلا يتمكن أحد مثلا أن يشكك في أن هذا الحديث حديث ضعيف أو ليس بمعتبر أو ما شاكل ذلك. الحديث أيها الإخوة، وأرجو من الجميع أن يلتفتوا جيدا، الحديث مروي من قبل الطبراني في مسند الشاميين، ورقم الحديث هناك 1171. يقول: حدثنا واثلة بن الحسن العرقي، ثنى كثير بن عبيد الحذاء. ثنى يعني حدثنا اختصارا. ثنى بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها أي على عائشة مع أبي بكر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة أطعمينا. فقالت: والله ما عندنا طعام. فقال: أطعمينا. فقالت: والله ما عندنا طعام. فقال: أطعمينا. فقالت: والله ما عندنا طعام. أي 3 مرات النبي صلى الله عليه وآله يكرر أمره إياها بأطعمينا، وهي 3 مرات تحلف أنه ما عندنا طعام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء أنه ليس عندها وهو عندها. ما تحلف المرأة المؤمنة على شيء أنه ليس عندها وهو في الواقع عندها، أي أنها لا تحلف على الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا؟ ما يدريك. أين أولئك الذين يزعمون أن عائشة امرأة مؤمنة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبكم كما خاطب أباها قائلا: وما يدريكم أمؤمنة هي أم لا؟ أنتم واقعون في وهم كبير عبر القرون. طائفة أهل البدعة التي تسمي نفسها أهل السنة، حيث أنها ترجع إلى عائشة وتواليها، فإنها خدعتكم، صورت لكم عائشة بصورة المرأة المؤمنة، بل سيدة للمؤمنين والمؤمنات،
والحال أنك حين ترجع إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تجده يقولها صراحة، وما يدريك أمؤمنة هي أم لا، أي أن مسألة ثبوت إيمان عائشة منتفية، إيمان عائشة إلى الآن محل شك على أقل تقدير، لسنا نستطيع أن نقول بقول جازم أنها امرأة مؤمنة، إيمانها ليس ثابتا عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا عندنا نحن الروافض فقط، نحن إنما ننفي إيمان عائشة اقتداء بالنبي الأعظم واتباعا لما قال صلى الله عليه وآله. إذا كانت مسألة إيمان عائشة إلى الآن غير ثابتة، هي محل شك على أقل تقدير، فأنا لنا أن نزعم ونكذب على أنفسنا ونكذب على الناس أن عائشة امرأة مؤمنة، عدا أن تكون سيدة للمؤمنين والمؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا، إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم من الغربان، وإن النار خلقت من السفهاء، وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والمصباح. هذا تمام الحديث المرقم برقم 1171، والذي أخرجه الطبراني في مسند الشامي. لسنا نريد أن نبحث الآن أنه لماذا ارتكبت عائشة ذلك، يعني لماذا أصرت على أنه ما عندنا طعام، هذا بحث يطول. خلاصته أنها كانت تتعمد أن تحرم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من الطعام وتبقيه في حالة جوع دائم، هذا ما يفسر مثلا أنها كانت تدخل بكل وقاحة على النبي صلى الله عليه وآله وهو جالس مع أصحابه، وهذا أمر ثابت في الصحاح عندهم، جالس مع أصحابه وتأتي وتنثر الطعام وتبعثره وتكسر القصاع. هذا ما كان يفسر مثلا أنه لما كان يهدى طعام إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت تأتي وتسارع لتأخذ هذا الطعام وتنثره على الأرض، وأمثال هذه الأمور. هي أساسا امرأة كانت ذات بطنة، يعني مثل ما نقول احنا بالدارجة بطينية كانت، نعم، تحب الطعام كثيرا، وكانت تحاول ان تكتنز هذا الطعام لنفسها وتحرم منه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مثلا انتوا لاحظوا ان البيهقي اخرج في شعب الإيمان في الجزء الخامس ورقم الحديث 1978 أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها في حديث، قال لعائشة: يا عائشة، اتخذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة كل يوم سرف، والله لا يحب المسرفين. شوف النبي هنا يصفها بأن اتخذت الدنيا بطنك، امرأة حياتها بطنها، هذه هي حياته. على أي حال، نحن لا نناقش الآن في أنه لماذا عائشة تعمدت أن تصنع هذا، هذا الآن ليس محور حديثنا. محور حديثنا هو هذه المقولة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي نفى فيها الجزم بإيمان عائشة، والتي قال فيها: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. أولا علينا أن نثبت أن هذا الحديث
حديث صحيح لا غبار عليه، سنده كذلك صحيح. نناقش رجال السند، أو نعرض ماذا قال فيهم أهل الخلاف بأنفسهم. أولا، الذي أخرج هذا الحديث هو الطبراني، والطبراني هو صاحب المعجم، وهو فوق الوثاق، هذا أمر معروف. أخرج هذا الحديث عمن؟ عن شيخه واثلة بن الحسن، وكفى بذلك وثاقة، كونه شيخ الطبراني فإنهم يوثقونه. ثم أخرج، أو السند يتتابع هكذا، عن كثير بن عبيد الحذاء، هذا الرجل كان إمام مسجد حمص، وقال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة وثقه. ثم السند يأتي عن بقية بن الوليد، هذا أيضا من رجال حمص، حمصي، قال فيه الذهبي الحافظ، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات. فإذا هذا رجل أيضا ثقة. وقال فيه النسائي أيضا إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. ثم عن بحير بن سعد الحمصي، هذا قال فيه ابن حجر ثقة ثبت، وقال فيه الذهبي حجة. ثم عن خالد بن معدان الحمصي أيضا، كلهم هؤلاء من الشاميين، لذلك الطبراني قال مسند الشاميين، نعم، سمى كتابه. عن خالد بن معدان الحمصي قال فيه ابن حجر ثقة عابد، وقال فيه الذهبي ثبت فقيه كبير مهيب مخلص. عن كثير بن مرة الحضرمي، وهذا الرجل عده بعضهم صحابيا على تعبيرهم، فهو عادل وثقة، وأجمعوا على كل حال، أجمعوا على وثاقته، أن الرجل ثقة، لأنه يقول فيه ابن حجر ثقة، وكذلك يقول فيه الذهبي ثقة. بعد هذا الرجل ليس عندنا في السند إلا عائشة والرواية عنها. فإذا كل رجال هذا الحديث كلهم ثقات، كلهم صادقون. إذا من جهة السند لا يمكن لأحد أن يشكك بصدق هذا الحديث وثبوته وصحته. هنا كإشارة سريعة فقط، بعض المتنطعين قد يراوغون وقد يجادلون في أحد رجال هذا السند، وهو بقية بن الوليد الحمصي، يقولون هذا الرجل وإن كان ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ تدليس التسوية بعبارة مختصرة إسقاط ضعيف بين ثقتين. مثلا هو يروي حديث يعلم بأنه في وسطه ضعيف عن أحد مشايخه الذي هو ثقة، ثم بعده رجل ضعيف، ثم عن ثقة آخر، يسقط هذا ويدلس ويقول عن فقط، لا يستخدم مثلا لفظة حدثنا، لا يستخدم لفظة أنبأنا أو أخبرنا التي تدل على السماع المباشر، وإنما يستعمل العنعنة فقط، وهذا ما يسمى بتدليس التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين. فقالوا بأنه بقية بن الوليد ما دام ثبت في حقه أنه يدلس تدليس التسوية
فإذا هذا الحديث لا يكون صحيحا، يكون ضعيفا، لأننا لا نعلم هنا أنه حين قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، يقولون قد يكون هنا رجل ضعيف وقد أسقطوه، قد أسقطه هذا بقية بن الوليد. نعم. زين، هذا الأمر مردود، التشكيك بصحة هذا الحديث بهذه الحجة حرفة العاجز. لماذا؟ لأن هنالك في من خلال أو من طرق أخرى لهذا الحديث صرح بقية بن الوليد بالسماع، وكان لفظ السند هكذا: حدثنا، وقد قال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. فإذا هو الرجل من خلال طرق أخرى غير طريق الطبراني، الرجل صرح بقوله حدثنا، أي صرح بالسماع المباشر. في أين؟ مثلا في مسند عبد بن حميد، الرواية أيضا كما رواها الطبراني رواها أيضا عبد بن حميد، كما أخرجه عنه ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، رقم الحديث هناك 1621. قال عبد بن حميد حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا محمد بن فضيل بن عياض، حدثنا بقية بن الزبير، حدثني بحير بن سعد. إذن الرجل صرح بالتحديث بأنه قد حدثه من؟ بحير بن سعد. زين، بعد بحير بن سعد عندنا عن كثير بن عن خالد بن معدان. بحير بن سعد مختص بشيخه هذا خالد بن معدان، كان عنده اختصاص به، فتكون عنعنته عنه في مقام قوله حدثنا، وإلا بطل الاختصاص كما قرره أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث حتى عندهم. فإذا ضم هذا إلى تصريح بقية بن الوليد بأن شيخه حدثه، النتيجة ماذا تكون؟ تكون النتيجة ارتفاع تدليس التسوية، أنه ها هنا لا يوجد بعد تدليس التسوية، كما نص على ذلك أعلام فن الحديث وعلم الحديث عند القوم، ابن حجر العسقلاني مثلا الراجع ماذا يقول وغيره، كل هؤلاء نصوا على أنه تصريح الراوي بالتحديث له ولشيخه يرفع تدليس التسوية. تدليس التسوية يكون ها هنا ماذا؟ منتفيا، وبهذا لا يقدح هذا بصحة الحديث حتى مع وجود العنعنة في باقي سند الحديث. هذا من جهة. إذن وإن كان على فرض أن بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس التسوية، فهو في هذا الحديث لم يدلس تدليس التسوية، لأنه صرح بالسماع بقوله حدثنا، وثم شيخه كان له اختصاص بشيخه، فقول القائل في السند عن فلان عن فلان هذا يقوم مقام قول حدثنا. هذا كله على فرض ماذا؟ على فرض أن بقية ابن الوليد كان بالفعل يدلس تدليس التسوية، وإلا فالألباني الذي هو إمام هذا الفن عندهم في عصرنا، الألباني الذي هلك قبل سنين قلائل وكانوا يسمونه إمام السنة وإمام الحديث، هذا الألباني برأ بقية بن الوليد الحمصي
الكلاعي برأه من تدليس التسوية ونفى هذه التهمة عنه. بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتابه بعنوان النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة. هذا أساسا كتب هذا الكتاب ردا على ذلك الرجل، لأنه قد ضعف كثيرا من الأحاديث، مئات الأحاديث الصحيحة ضعفها بأمثال هذه الأمور، أنه يقول مثلا بقية بن الوليد كان يدلس تدليس التسوية. فهناك الرجل ناقش شأن بقية ابن الوليد وبرأه تماما من تدليس التسوية. فإذا على فرض أن الرجل يدلس تدليس التسوية فالحديث صحيح، وعلى الفرض الآخر كما انتهى إليه الألباني وغيره، هنالك الآن تحقيقات جديدة بالإمكان أي شخص الآن يراجع، أصلا هنالك مجلدات الآن جديدة في شأن تدليس التسوية وتبرئة جماعة ممن رموا بذلك من محدثي أهل الخلاف ورواتهم، برؤوهم من تدليس التسوية، ومن هؤلاء بقية بن الوليد الحمصي. فإذا السند صحيح صحيح صحيح، لا غبار عليه، لا يمكن لأحد أن يشكك في أن هذا الحديث صحيح. رجاله ثقات مشهورون بالضبط وبالوثاقة وبالعدالة وبالصدق، وبعضهم وصف بالفقاهة والفقاهة الكبرى، وبعضهم وصف بالإمام والإمامة والحفظ وما أشبه ذلك. فإذا ليس لأحد أن يغمز في هذا الحديث. ثم هذا الحديث أساسا لو نظرنا إليه من حيث لوجدناه يورث الإطمئنان بأنه حديث صحيح، أي أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه الواقعة ليست مكذوبة. لماذا؟ أولا لأن الحديث عن الثقات كما بينا، ثانيا لأن الحديث عن عائشة، ونحن نعلم أن القاعدة تقول شهادة المرء على نفسه مقبولة، شهادته لنفسه محل نظر، أما شهادة المرء على نفسه فهذه مقبولة، وهنا عائشة تشهد على نفسها. إن قلت لا يعقل قيل لك بلى يعقل، لأنه وجدنا جماعة من كبار المنافقين من كبار الكفار كانوا يشهدون على أنفسهم، الله ينطقهم بالحق على أنفسهم، وهذا كان معهودا ومتعارفا عند قريش وعند غيرها في تلك الأزمان وفي تلك الأجواء. فإذا لا يبعد أن الله عز وجل ينطق عائشة بما تقر به على نفسها وتعترف به على نفسها، وكم لهذا من نظائر إلى يومنا هذا. فإذا ليس الحديث عن غير عائشة، حتى نقول ربما هذا الشخص كان على عداء شخصي مع عائشة ولذلك ادعى عليها أو افترى عليها أنه النبي صلى الله عليه وآله قدح في إيمانها، لا، وإنما الحديث عنها هي بنفسها، هي بنفسها تقر بذلك. ثم النقطة الثالثة التي تورث الاطمئنان بصدق هذا الحديث وصحة صدوره، أن الذين أخرجوه جميعا هم من أولياء عائشة، ليس فيهم رافضي واحد، ليس فيهم شيعي واحد، ليس فيهم أحد كان على إشكال مع عائشة، بل على العكس، كل الذين أخرجوا هذا الحديث، الطبراني وعبد بن حميد وابن حجر العسقلاني ورجال تلك الأسناد، كلهم كانوا شاميين يعني أمويين، كانوا من الميالين إلى بني أمية، كانوا من أهل الشام، وكانوا ممن يعتقدون بعائشة، يعتقدونها، يعتقدون فيها أنها امرأة مؤمنة، أنها من سيدات النساء. فأية مصلحة لهم في أن يختلقوا حديثا ضد عائشة؟ يعني تارة نحن نجد مثلا حديثا يرويه الروافض
أنا هنا أتحدث بلسان أهل الخلاف، أجعل نفسي في مكان فقيه من فقهاء أهل الخلاف، وقد سبق وقلت أكثر من مرة أني أعلم بمذهبهم منهم. نعم. أنا أجعل نفسي الآن في هذا الموقف، في هذا الموقع، أقول إن الحديث هذا إذا كان قد رواه الروافض أو الخوارج مثلا أو من كانوا على عداء مع عائشة فلنا أن نشك فيه، ولكن الحديث إنما أخرجه ورواه أولياء عائشة وأتباعها ومن هام فيها حبه. أبناء عائشة. أبناء عائشة، أحسنتم، أبناء عائشة ويتامى عائشة. شي خلصنا من يتامى عائشة إلى اليوم؟ أي والله ماتت وخلفت لنا كل هؤلاء اليتامى أبناء عائشة، شي نسوي لهم؟ فإذا كل هؤلاء ما مصلحتهم في أن يخرجوا حديثا إذا كان مكذوبا، إذا كان موضوعا أساسا؟ لماذا يختلقونه وهو يسيء إلى أمهم، ينفي إيمانها، يزلزل المعتقد البكري هذا، هذا الحديث؟ على أي حال، من هذه الأمور التي ذكرناها أظن أن أحدا لا يجادل، أحدا من المنصفين ممن يخاف الله تبارك وتعالى لا يجادل في أن هذا الحديث صحيح وثابت، إلا الذي يريد أن يكابر، الذي يريد أن يكابر الحق أو يراوغ أو يتعامى عن الحقيقة، هذا لا نقاش لنا معه. نحن كلامنا هنا أيها الإخوة إنما هو مع المنصفين الذين يتقون الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين نحن نحترمهم لأنهم يحترمون الحق والحقيقة، يحترمون العلم، يحترمون الاستدلال الصحيح، يحترمون البرهان. لاحظوا أيها الإخوة أسلوبنا وأسلوب الآخرين. نحن حين نأتي بشيء مما نريد أن نقيم عليه الدليل فإنا نفرد الكلام ونفصله ونناقشه علميا من كل الجهات، ونناقشه حتى على مبانيكم، أي على مباني أهل الخلاف، نناقشه من واقع كتبكم، من واقع تراثكم، لا نحتج عليكم بما لدينا، نحتج عليكم بما لديكم، ونطيل الكلام. الآن إيش قد صار لي؟ يمكن نصف ساعة، مو أكثر من نصف ساعة الآن صار، بس حتى أناقش قضية أنه هذا الحديث صحيح. أما في المقابل خلي الآن القناة عندك على واحدة من هالقنوات، قنوات أبناء عائشة، وقارن بالله عليك، أنا لا أطلب إلا هذا الآن، أنه أنت قارن، شوف أسلوب الرد علينا كيف يكون، تهريج، سباب، شتائم، وأبعد ما يكون الكلام عن الروح العلمية، تهريج وبهلوانيات، مثل ذات مرة هذا عرعور طلع راح فجأة أمام الكاميرا، راح هكذا قفز كما يقفز القردة، قفز هكذا أمام. طيب ليش تقفز أمام الناس؟ والله أنت، ويوجه كلامه لي أنه أنت الخبيث، أنت الأحمق، أنت كذا، ليش هالبهلوانيات؟ أما أنت قاعد في السيرك، قاعد أمام الكاميرا يسوي لنا بهلوانيات، يعني أنه هذا متحمس الآن، وأنه يعني أصابته الغيرة على أمه عائشة، وأنه خلص، وكم مرة يقوم هالشكل ويقفز، وهذا أبو الكاميرا لازم يضطر يصعد الكاميرا. بهلوانيات أيها الإخوة، أما نقاش علمي رصين بعيد عن التجريح، بعيد عن السباب، بعيد عن الشتائم، بعيد عن البهلوانيات وحركات وتمثيليات، هاي التمثيلات القرعة مالتهم، ما تحصل، ما تحصل عندهم. هذا الحديث حديث صحيح، إذن تبقى إذن أن نعرف ما الذي نستفيده من هذا الحديث. الاستفادة الأولى قد مرت، وهي أن عائشة لا يمكن الجزم بإيمانها. كل من يقول اليوم إن عائشة مؤمنة، عليك أيها المسلم
أن ترد عليه بمثل ما رد رسول الله صلى الله عليه وآله على أبيها، على أبي عائشة لما جزم بإيمانها. فتخاطب هذا الإنسان تقول له: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. أوجه كلامي إلى الروافض، إلى شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإلى المترفضين الذين الحمد لله الله عز وجل هداهم وجعلهم من رافضة الباطل ورافضة المنافقين ورافضة الجور ورافضة البدعة الذين تمسكوا بالإسلام الحق. هؤلاء الإخوة المهتدون المتشيعون بالألوف يوما بعد يوم، أخاطب هؤلاء الجميع، هؤلاء جميعا أخاطبهم، أقول: أيها الأخ المسلم المؤمن، حين يناقشك زميلك في العمل، زميلك في الجامعة، يناقشك جارك أو صديقك أيا يكن، يناقشك في عائشة ويقول إنها أم للمؤمنين أو مؤمنة، فورا أجبه بهذا الكلام، قل له: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. إذا اعترض عليك أخرج له هذا الحديث فورا، أخرج له هذا الحديث فورا، قل له: هذا من كتبك موجود، هذا الحديث في كتبك، هذا الحديث موجود والحديث صحيح، وأنا إنما أقول كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أعدوها، لا أعدو عنها. أنا أعلم بأنه في البداية تقع مشاكل، يعني الآن نفترض أنه رجل مثلا شيعي في العمل يعمل مثلا، وله زميل من أبناء عائشة مثلا أو من المخدوعين بعائشة، فيناقشه في عائشة ويزعم أنها مؤمنة، ولذلك ينبغي أن نحترمها وينبغي أن نجلها مثلا، كانت من سيدات المؤمنات. ففورا إذا أجابه قال له: وما يدريك مؤمنة هي أم لا، إذا كان مثلا في ما يسمى العربية السعودية يبلغون الأمن عليه، فورا يأخذون يذبوه بالسجن، يقول: شلون تشكك أنت بإيمان السيدة عائشة، في حين أنهم لا يلتفتون إلى أنه هذه الكلمة ليست كلمة لنا وإنما كلمة رسولنا صلى الله عليه وآله، هذه الكلمة النبي الأعظم قالها: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. فأنت تحجهم بهذا أيها الأخ الكريم المؤمن المسلم الحقيقي، حجهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أقروا على أنفسهم بأنه صحيح وأنه صادر عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. قل: لا، ما أسمح لك. أنا تقول عائشة مؤمنة، ما أسمح لك، هذا أمر غير ثابت. رسول الله قال: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. إيمان عائشة غير مستقر، غير ثابت. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها. هنالك فائدة أخرى أعظم، هذه الفائدة الثانية، أن عائشة منافقة. تقول لي: كيف رسول الله إنما شكك في إيمانها فقط، ما يدريك، فإذا قد تكون مؤمنة وقد لا تكون، أكو احتمال. وإن كان اللبيب يفهم أنه تشكيك النبي صلى الله عليه وآله بإيمان أحد، هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بمفهوم هذا الحديث، بمفهوم قوله، إنما يرمي هذا الرجل بالنفاق أو هذه المرأة بالنفاق، هذا أمر واضح. ولكن على أي حال نأخذ المسألة منطقيا مجردا، منطقية مجردة، نقول هنالك في نفس هذا الحديث ما يفيد أن عائشة امرأة منافقة. أين تجد في هذا الحديث هذه الدلالة؟ تجدها في صدر الحديث لا في ذيله، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويأمرها بقوله: يا عائشة أطعمينا، ثلاث مرات، وهي تحلف ثلاث مرات تقول: والله ما عندنا طعام. هنا سؤال: لو كانت المرأة مؤمنة لوجب تصديقها، فكيف لو أقسمت، كيف لو حلفت بالله عز وجل، لماذا لم يصدقها النبي صلى الله عليه وآله، لماذا لم يصدقها في حلفها؟
أقسمت بالله عز وجل، لماذا لم يصدقها النبي؟ لم يصدقها وكرر القول 3 مرات. يا عائشة أطعمينا، هي تحلف تقول والله ما عندنا طعام، هو يكرر يا عائشة أطعمينا. إذن معنى ذلك أنه يكذبها في قسمها ولا يصدقها في قسمها، لا يبني على قسمها، لا يعتمد على حلفها وقسمها أبدا، أصلا لا يقيم اعتبارا ليمينها، هذا اليمين الشرعي أصلا لا يقيم اعتبارا له النبي صلى الله عليه وآله، لا يقيم له اعتبارا. وحين يتدخل أبوها في المرة الثالثة يقول يا رسول الله إن المرأة المؤمنة، أي هي مؤمنة، لا تحلف على الشيء أنه ليس عندها وهو عندها، النبي هم يجيبه بقاصمة الظهر، يقول وما يدريك أنها أمؤمنة هي أم لا. عدم تصديق النبي صلى الله عليه وآله بقول عائشة، عدم أخذه بحلفها بقسمها، عدم اعتماده على حلفها وقسمها، هذا كاشف عن كون المرأة هذه منافقة. كيف؟ لأن المنافق لا يؤخذ بقسمه. الله أمر نبيه وأمر المؤمنين في القرآن الحكيم بأن لا يعتمدوا على قسم المنافقين، على أيمان المنافقين، على حلف المنافقين. الله أمرنا بأن لا نعتمد. لاحظوا مثلا ماذا يقول الله عز وجل في كتابه، يقول وإذا قيل لهم، هنا يتحدث الله عز وجل عمن؟ عن المنافقين. الآيات في سياق في معرض الحديث عن المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، هنا دقق، ثم جاءوك يا رسول الله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات ماذا تثبت؟ إلى ماذا يدعو الله عز وجل نبيه هاهنا؟ أنه لما يأتيك هؤلاء المنافقون ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنت لا تصدق كلامهم وإنما أعرض عن كلامهم، أعرض عنهم. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في قلوبهم، هؤلاء كاذبون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النبي الأعظم صنع هذا التصرف بعينه مع عائشة، كانت تحلف له بالله وهو يعرض عن حلفها، هذا أصلا لا يبني عليه ولا يعول عليه ولا يقيم له وزنا ولا شأنا، وهذا كاشف، هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وآله مع عائشة بهذه الحيثية، هذا كاشف عن كون المرأة منافقة أيها الإخوة، وإلا لما كان النبي ليعاملها هكذا. ثم في آية أخرى يقول الله عز وجل يحلفون لكم، أي المنافقون يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم المنافقون حتى ماذا؟ حتى ترضوا عنهم. فماذا تصنعون أنتم؟ ما هو التوجيه الإلهي لكم أيها المؤمنون؟ فإن ترضوا عنهم، يعني تصدقون حلفهم هذا وبالفعل ترضون عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الله هنا نهى المؤمنين عن أن يصدقوا أو يأخذوا بحلف المنافقين، بأيمان المنافقين، أو يبنون عليها أو يعولون عليها،
الله عز وجل لا يقبل ذلك، لا يرضى، لا يرضى. لماذا لا يرضى؟ لأن المنافقين معلوم لا يؤمنون بالله عز وجل حق الإيمان، ولذلك يقسمون به كذبا، اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا درعا، هكذا اتخذوا أيمانهم مجرد حتى يدرؤون عن أنفسهم العذاب، العذاب الدنيوي، حتى يبعدون عن أنفسهم التهمة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. عائشة لها عذاب مهين لأنها أقسمت كذبا بالله. وإذا واحد الآن يأتي ويقول أنه ما أقسمت كذبا بالله، هذا معناه أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله كذبها في هذا الحديث، ما عول على قسمها، ولما تدخل أبوها رده بما هو أشبه بصفعة على وجهه. رسول الله صلى الله عليه وآله كذبها، والرسول صلى الله عليه وآله لم يكن والعياذ بالله رجلا اعتباطيا، أي يعني يقوم بأفعال سفيهة ليست حكيمة، والعياذ بالله، هو سيد الحكماء. وحيث أننا نعتقد بذلك، فلازم هذا الاعتقاد القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لما كرر قوله لها 3 مرات يا عائشة أطعمينا، أن هذا لم يكن من السفاهة، وأنه بالفعل كان هنالك طعام في البيت، لكن عائشة تكذب وتحلف بالله وتقسم به كذبا وزورا بادعائها أنه ما من طعام في البيت. ونحن نعلم ما هو عقاب الذي يحلف بالله كذبا، وأساسا نعلم ما هو عقاب الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن كذب علي متعمدا شنو؟ فليتبوأ مقعده من النار. خلص، فليتبوأ مقعده من النار. وعائشة هنا كذبت على النبي صلى الله عليه وآله، فعائشة إذن في النار لا محالة.